السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هروح للذكاء الاصطناعي بتاع جوجل وهقول له اقترح عليا أفلام أتفرج عليها. اقترح عليا أفلام، مش لازم تكتب كده بالنص، يعني مثلا أنت تقدر تكتب اللي أنت عايزه. أفلام أتفرج عليها عائلية وبتتكلم عن ريادة الأعمال. ممكن نفس الكلام ده واقول له افلام بتتكلم عن الهاكر، تمام. اول فيلم ده طبعا انا شفته، ده جميل جدا، وكان هي القصه دي حقيقيه، هي قصه حقيقيه، وبطل الفيلم الحقيقي، مش الممثل، الشخصيه الحقيقيه بيظهر في آخر لقطة. فيلم جميل جدا، ذا فاوندر بتاع ماكدونالدز، جوي انترشيب، وطبعا حط الفيلم بتاعي على الفيسبوك، ذا سوشيال نتورك، تمام. شفت انا الفيلم ده، المسلسل ده شفت بس ما كملتوش، لقيت لقطات سيئة في النص كده فما كملتوش. وماتريكس طبعا، تمام. هو فعلا اقترح عليا افضل افلام. طيب خلينا نتكلم عن أفلام عربية. اقترح علي أفلام عربية بتتكلم عن إدارة الأعمال. مش عارف هيلاقي ولا لأ، بس هو في الإنجليزي في السؤال اللي أنا سألته طلع كويس، تمام. ساعة ونص، مش عارفه. توت الشام، أسد الجزيرة، مش عارف، بس ممكن ندور عليها، تمام. يعني دي الافلام اللي اقترحها، انتوا بقى تحكموا عليها، بس هو في الانجليزي ممتاز.